اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم عبر صباح الشروق على الهواء مباشره. مرحبا بكم وبكل الذين انضموا الينا الان لمتابعه فقره الرياضه مع تحليل ابرز الاحداث الرياضيه في الساحه، والتحليل مع ضيف كريم انضم الي الان داخل الاستوديو، الزميل الصحفي الرياضي سامي دراس. اهلا بك، سعيدين جدا بك في صباح الشروق. صباح الخير عليك الزميل حسام، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الشروق، واتمنى ان الزول يقدم الشيء المفيد ان شاء الله. ان شاء الله. سعيدين جدا بك، ونبدا مباشرة حامين كحال جميع الجماهير. كلمة نبدا دي بتتعلق طوالي ببداية استئناف وعودة نشاط الدوري الممتاز، وكل يوم تتضارب الأخبار، تتضارب البيانات، عودة تعليق، عودة تعليق وما إلى ذلك. ماذا عن الدوري الممتاز؟ زي ما ذكرت انه في ضبابيه كبيره حول عوده النشاط الرياضي في السودان، تحديدا كره القدم، لكن حتى الان على حسب برمجه الاتحاد السوداني لكره القدم، النشاط قائم يوم 15/8 بمواجهه تجمع الهلال الخرطوم وهلال الفاشر، حدد لها عصرا باستاد الخرطوم. الاتحاد مصير على انه بدايه التنافس زي ما قلت لك يوم 15/8، قال انه لسه ما استلمنا اي خطاب من اللجنه العليا للطوارئ الصحيه، وهذا ما يعني انه الاتحاد حيمضي في برمجته اللي صدرت مسبقا، والامور ماشيه على انه النشاط راجع. يعني الصراع بين الاتحاد والوزاره في هذا الجانب تحديدا، والكلام عن البروتوكول الصحي. كويس. واضح انه في فجوه كبيره بين الاتحاد السوداني وانديه الدوري الممتاز. الفجوه بين الطرفين دي بقت ارضيه خصبه، لانه ارغلت النشاط ووضع المتاريس امام عوده النشاط. لكن بشكل عام زي ما قلت لك انه الاتحاد مرتب حاله على عوده النشاط منتصف شهر 8. بالنسبه للبروتوكول اللي وضعته وزاره الصحه، في تقدير انه هو معني بمناشط اخرى غير كره القدم، لانه الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لكره القدم وضع اشتراطات صحيه بشكل عام. نعم، الفيفا ارسل البروتوكول والان كل العالم يمضي على هذا البروتوكول. ايوه يمضي على هذا. عاده لا تتقبل ان يتدخل احد يعني في شؤونه. ايوه اتفق معاك انه عالميا الحاكميه بتاعت كره القدم هي للاتحادات الوطنيه، وشويه الجوانب الحكوميه دي هي مرفوضه التدخل فيها. وإن كان مع جائحة كورونا دي بقت في نافذة بتاعت اللجنة العليا للطوارئ ممكن الناس تنسق معها، لكن برضو لسه الناس ما بتقبل التدخل الحكومي. طيب الآن كيف نقرأ يعني وكيف تسير الأمور وفق رأيك؟ هل سيعود الدوري في هذا التاريخ المعلن أم ستكون هناك يعني آراء أخرى، تعليق أو تجميد؟ والله أنا أتوقع أنه يكون في مستجدات خلال الساعات القادمة، لكن المستجدات حتجي بشكل يعني مقبول للاتحاد السوداني، ربما انه اللجنه العليا للطوارئ الصحيه تخاطب الاتحاد السوداني بامكانيه تاجيل انطلاقه المباريات عشان الناس تعمل تشيك على الاحترازات والاشتراطات الصحيه، حتى انه الاتحاد يقدم تنوير ذاته للجنه العليا يقول لهم انه نحن اخضعنا جميع اللاعبين للفحص الطبي وجاهزين لانه نعقم الملاعب والسكنات بتاعت اللاعبين وكذا. فالمزال محتاجة شوية ترتيب بين اللجنة العليا والاتحاد السوداني بصورة مباشرة، حتى انه لانه اي تدخل لوزارة الشباب والرياضة ربما يعرض السودان للهاوية ويقودنا لصراع خارجي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. ماذا عن جاهزية الفرق والاندية حتى الجوانب الاقتصادية؟ وهناك اكثر من جانب يعني حتى الاندية تكون جاهزة لانطلاق الدوري، لانه ذكرت انت انه في مساحة كبيرة جدا ما بين الاتحاد والاندية. نعم، الأندية بدأت تحضيراتها يعني لها يمكن في أندية 10 يوم، ناس 8 يوم بدوا تحضيراتهم متجمع في الخرطوم، لأنه الخرطوم هي اللي حتستضيف المرحلة الجاية من الدوري الممتاز. العاصمة استقبلت عدد كبير من أندية الدوري الممتاز لتتمرن في ملاعب مختلفة، ملعب الصحافة ده كان الآن صباح اليوم استقبل تدريب المريخ، وفريق الهلال بيتدرب على ملعب جوهر الزرقاء، سلاح المهندسين بيستقبل تحضيرات هلال كادوغلي والاهلي الخرطوم. فالانديه بقت في حركه ميدانيه يعني بتستعد للموسم، بتستعد لعوده النشاط وكذا. نذهب الى الهلال، والحديث هذه الايام لا يدور الا عن الكاردينال تركه للرئاسه وقراره لجنه التطبيع اللي
ستقود النادي؟ هل سيعود الكاردينال أم في طريق العودة؟ علامات استفهام كثيرة جدا حول الفراق الإداري الذي يعيشه الهلال هذه الأيام، وكيف ترى وتقرأ مستقبل الهلال قريبا؟ الفراغ الإداري في نادي الهلال هو أمر مزعج لكل جماهير النادي سواء كان داخل السودان أو خارج السودان، والآن الاتحاد السوداني برضو في مأزق حقيقي عشان ما يقدر يشكل لجنة تطبيع تسد الفراغ ده. في خطوة موفقة يمكن اللجنة الاستشارية أمس قدمت مذكرة للاتحاد السوداني مثلها ومثل تجمعات هلالية كثيرة خاطبت الاتحاد عشان ما يسد الفراغ، بعين لجنة تطبيع تنحصر مهامها في إجازة النظام الأساسي وعقد جمعية انتخابية وتسيير نشاط الفريق. الكلام ده كله مفترض يتم في فترة مداها 3 شهور. المهمة إنه بتاعت اختيار لجنة تطبيع ما حتكون سهلة، لأنه واضح فيه زي شد وجذب بين التنظيمات الهلالية، كل زول داير يكون موجود في اللجنة دي. لكن التسريبات بتقول إنه الهيئة الاستشارية قدمت أسماء يعني يشهد لها بهلاليتها بكفاءتها الإدارية عشان ما تتصدى للمهمة دي وتسير نشاط الفريق وترتب الانتخابات الجاية. نعم، واحدة من الأنباء المتسربة عن رئاسة الفريق المدهش عبد الرحمن سيري خاتم هو في اللجنة الاستشارية، يعني نعم هل يمكن أن يكون الأقرب؟ والله زي ما ذكرت لك إنه الأسماء الرشحت دي يعني عندها خبرة طويلة في العمل الرياضي وتحديدا في خدمة رفقة عماد الطيب العام السابق وعدد أيوة من الأسماء عقاد عبد الغني والفريق السير أحمد عمر والفريق يحيى محمد خير، يعني أسماء كلها زي ما قلت لك يشهد لها بالعمل والكفاءة وخدمة الهلال يعني. فدي مرحلة، هي المرحلة الجاية بتاعت لجنة التطبيع دي مرحلة بتاعت خبرات، مرحلة بتاعت يعني الناس المفروض تكون مع بعض أكثر من إنه يكون في خلاف. نعم. طالما انه في انتخابات جايه المفروض الناس يعني تنظر للانتخابات اكثر من لجنه التطبيع. هل يعود الكاردينال مره اخرى لرئاسه الهلال عبر رئاسه لجنه التطبيع؟ هل تتوقع ذلك؟ والله استبعد ذلك تماما، انه الراي حدد موقفه خلاص انه كمل فترته حتى النهايه، انتهت يوم 27، وهو قال انه ظروفه الشخصيه ومتطلبات عمله بتسمح له انه يتفرغ لشغله وما بتساعده في انه يجي يقود الهلال لمرحلة جاية، لكن ما عدا قال انه هو بيتحمل بالتكلفة المالية، يعني اللجنة الجاية دي اللي حتسير الهلال اللي هو ما حيبخل عليها، حيدعمها ماليا عشان تقدر تمشي الامور والناس تصل لمرحلة الانتخابات. نعم، هل هو تكتيك ام ماذا؟ هو ممكن يتحسب تكتيك، لكن قال انه تنظيمه بتاع عزة الهلال حيكون حاضر في الانتخابات الجاية، حيشارك وبصيغة كبيرة قال انه حيفوز في الانتخابات الجاية، لكن كيف السيناريو ما معروف. نعم، يفوز التنظيم، من سيكون الرئيس؟ الأيام حتكشف. جميل. فنيا الآن الهلال يعني بدأت العودة على استحياء للملاعب، هل هو جاهز لمواصلة المشوار؟ وكل الهلال يحلم بالصدارة حاله حال المريخ والأندية الأخرى. والله نعم، الهلال الآن أمام الأمر الواقع، لا بد من الفريق يرجع. هناك حركة تسجيلات، هناك لاعبين يحتاجون للتجديد والعقودات وما إلى ذلك. والله بصراحة المكتب التنفيذي لنادي الهلال كان واضح تماما وقدر يضع جماهيره في الصورة، قال إنه يا أخي نحن تصدينا لمسؤولية في وقت صعب جدا جدا، وخاطبنا الاتحاد بحوجتنا، عندنا بنحتاج ماليا مبالغ كبيرة عشان نسير النشاط لحد ما نصل لنهاية الموسم المحلي اللي هو بعده حيكون في تسجيلات وبعده حيكون في موسم أفريقي وكده. فواضح انه الاتحاد مفترض يستعجل الخطوه بتاعت لجنه التطبيع دي، لكن في الوقت الحالي المكتب التنفيذي هو اللي بيقود نادي الهلال. نعم. الجانب الاخر المريخ، استمرار النشاط رغم هذا الاستمرار، رغم بعض الاستقرار ايضا، لكن لا يزال اشعال النيران بين المسلمي والمريخ يعني كبير جدا. واضح انه حربي بين مجلس المريخ والمدرب التونسي المسلمي، دي عمرها شهور، بدت كان بتصريحات او تسريبات من المدرب التونسي لاصدقائه وكده مستاء من الوضع في نادي المريخ، دي فجرت غضب مجلس الاداره واغاله فورا. مع مرور الزمن المجلس احتاج له من جديد وشبه رجعه للعمل في الجهاز الفني وقياده تدريب الفريق وكده، لكن الان المسلمي خارج الجهاز الفني حديث عن حتى الشهادات تزويره وهو يعود ويعلق على هذا الموضوع. والمريخ مع مرور الزمن مجلس الاداره شعر بانه يتمقلب في المدرب ده، فنيا اشرف على الفريق في مباراتين ما بتقدر تحكم عليه، لكن بعد ذاك ظهرت زي ما قلت لك اشكاليه بتاعت سي في بتاع مدرب، سي في طلع مضروب
ما في ولا شهادة واحدة من الشهادات اللي كان بيتكلم عليها انه هو حصل عليها وكده. فالمريخ بحث عن مخرج، وفي النهاية الآن أمين المسلم خارج الجهاز الفني، يمكن استقبل المريخ مدرب الجديد. أنا دائما ما أقول عن منتخبنا الوطني أنه هو الصقر الجديان الجريح يعني، ومنتخب دائما ما نقول عنه بلا وجع، رغم بعض الإشراقات الأخيرة اللي شهدناها من في الفترة الأخيرة يعني، وجود بعض المحترفين الأجانب وما إلى ذلك. الآن مدرب صاحب اسم كبير جدا في القارة الإفريقية، حضر المنتخب، بدأت التحضيرات نوعا ما، ومشوار للمنتخب وأمال عريضة جدا يعني. الكل يريد أن يرى المنتخب في أمم إفريقيا القادمة، ولما لا كأس العالم في تاريخ غريب يعني، لما لا نشاهد ذلك؟ والله البنية الأساسية بتاعت المنتخبات الوطنية ربما تكون من الدوريات المحلية. إذا الدوري المحلي كان متطور وفيه إمكانيات فنية كويسة وفيه إعداد ومباريات قوية، دي بتسهل مهمة الجهاز الفني في إنه يختار عناصر المنتخب الوطني، بالذات للمنتخب السوداني، لأنه عندنا مشكلة بتاعت لاعبين خارج السودان. يعني ما بتقدر تختار لك مثلا أكثر من 4 أو 5، لأنه الخيارات محدودة جدا للأسماء اللي بتلعب برا السودان. لكن محليا أنت مفترض يكون عندك دوري منتظم، دوري يعني بيقدم يعني خدمة كبيرة للمنتخب الوطني. دي بتسهل زي ما قلت لك مهمة الجهاز الفني، وخلاف كده ما بنقدر زي ما بيقولوا نحلم بأي شيء ما لم نصلح دورينا المحلي، واللاعب ذاته يبقى عنده طموح بتاع احتراف خارجي عشان يجي يخدم المنتخب ويحقق نجاح، غير كده ما بنقدر نحلم، وإلا يكون مثلا تاني زي ما بيقولوا أحلام كبيرة شيء. نعم، أعود مرة أخرى للنادي الأحمر المريخ ووصول أيضا اسم آخر، مدرب تونسي جمال خشارم إلى الخرطوم أمس. الدفة الفنية في المريخ يعني بعد المسلمين شهدنا، والآن إلى جمال. نعم، الوضع الفني في المريخ غير مستقر تماما زي ما ذكرت، أنه في مدرب تونسي جديد جمال وصل أمس. هذا المدرب في بداية مشواره التدريبي فترة محدودة وتنحصر مع النادي الصفاقس التونسي. نعم، بداية تعيينه كان في العام 2019 في وظيفة مساعد المدرب، ومن ثم تم تصعيده الموسم البعد لمنصب المدرب العام، وهو الآن لأول مرة في تاريخه يتغلد منصب المدير الفني. واضح تماما أنه هو ما عنده خبرة، لكن قد يكون يمتلك من الطموح ما يكفيه أنه يحقق رغبته مع نادي المريخ. نذهب إلى الأخبار العالمية، والكل استمتع يمكن فيما مضى من أيام بمباريات جميلة وإن غابت عنها المتعة الحقيقية في كرة القدم وهي الجماهير، لكن بحكم جائحة كورونا وإن انطلقنا هنا في السودان سيكون ذات القرار والأمر المحتوم علينا لا جمهور في المدرج ولا متعة في المدرجات. لكن أيضا استمتعنا بمستويات عالية يعني نوعا ما، أهداف ممتعة، تألق لنجوم كريستيانو رونالدو حتى وإن يعني غادر لكن سجل وكان النجم الأبرز في اليوفي. هناك ميسي تألق أيضا وانتصرت البرشا، غادر الريال، وكثير جدا من المستويات المتباينة كانت يعني في ثمن النهائي في الإياب. صحيح، عادة المنافسات الأوروبية وعادة المفاجآت أيضا زي ما أنت تفضلت وذكرت، يعني يمكن 3 أو 4 مفاجآت في الدور بتاع 16 لدوري أبطال أوروبا. يمكن خروج اليوفي وخروج كريستيانو رونالدو المتوج باللقب لأكثر من مرة، هذه واحدة من مفاجآت هذا الموسم. كذلك المرة الثانية يعني الموسم الثاني. أيوة أيوة أيوة، كذلك برضو ريال مدريد خروجه هو خروج غير متوقع. الناس يمكن رغم أنه الند المنافس له وفريق محترم وفريق عنده طموح كده، لكن أفتكر أنه كل ما المنافسة تمشي لقدام كل ما بتكتشف أسرار جديدة. أخطأ يعني ريال بوداع رونالدو أم لا؟ والله يخطأ، والآن يدفع في الثمن. يسجل رونالدو ويغادر الريال هناك ويحتاج لمن يسجل. أيوة أيوة، يمكن بخروج الريال أنا أقول لك الشعبية بتاعت البطولة الأوروبية ربما تقل نوعا ما، لأنه في ناس بيجوا بيحضروا زي ما بيقولوا بيجي يحضر يشاهد يتابع كريستيانو رونالدو أو حتى مؤخرا ريال مدريد. لكن ما ننسى أنه في الند الآخر اللي هو فريق برشلونة عنده شعبية برضو كبيرة، بالذات هنا في السودان الأندية يعني ما شاء الله على مليانة بمشجعين وناس مثقفين عارفين كل التفاصيل الفنية، تحس كأنما هم موجودين في أسبانيا.
مباراه ستكون ساخنه جدا، يعني تحديدا اللقاء القادم لبرشلونه هو نهائي مبكر جدا، برشلونه والبافاري الجمعه في لشبونه، كل المباريات ستنتقل الى هناك، وهذه هي يمكن المباراه الابرز في المشوار القادم. والله حقيقه هي مباراه جديره بالاهتمام، ومن الان يعني خلاص الناس كلها انظار اتجهت للمواجهه دي، وعلى مستوى التحضيرات، على مستوى الاخبار بتاعت اللاعبين، كل الاهتمام موجه قصاد مباراه برشلونه وبايرن ميونخ، اللي هي حتكون انا في تقديري حتجيب مفاجاه جديده. مفاجاه جديده؟ ايوه. يعني عن اي نوع من المفاجآت تتحدث؟ ماذا تتوقع؟ استمرارية بايرن ميونخ في البطولة وعبور للدور نصف النهائي. ماذا عن الحظوظ الأخرى؟ مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا قدم مستوى مميز جدا، ظهور أسماء مميزة، دي بروين يعني قام بمجهود كبير جدا، وكل نجوم الفريق يقومون بمجهودات كبيرة جدا، هل لمانشستر الحظوظ في الوصول لنهائي البطولة؟ والله انا اتوقع انه المان سيتي يكون هو الحصان الاسود للموسم الحالي، قدم مستويات رائعه جدا في الدوري المحلي واحرز المركز الثاني، والان يمضي بثبات في البطوله الاوروبيه، واتوقع انه على اقل تقدير يصل المباراه النهائيه. هل سيرفع جوارديولا الكاس ام لا؟ وارد، تبقى تاني حسب المنافس اللي بيصل المباراه النهائيه، لكن انا ممكن اقول لك اتوقع بنسبه كبيره انه المان سيتي يكون احد الاطراف في المباراه النهائيه. اطراف في المباراه النهائيه. نعم. جميل. لما لا يستمر برشلونه؟ والله يعني انا اشعر المعادله التي يتحدث عنها الجميع، دفاع ضعيف في مقابله هجوم قوي. ايوه، في تفاصيل فنيه كثيره يمكن بترجح. هناك من يضع يعني يقول انه برشلونه سيستمر بعد الظهور الاخير لميسي. ايوه، هو في الدقائق الاخيره رغم هذه السن يعني يهاجم ويقطع الكرات فنيه ممكن يكون كتاب برشلونه مفتوح لاي مدرب يعني يتابع الفريق ويعرفه، وزي ما ذكرت انه في لكن لا يمكن ان تتوقع ماذا سيفعل ميسي بالضبط كده، لكن في النهايه حتى صافره النهايه انت بتقدر عارف الحاصل شنو لحد ما الحكم يصفر صافره النهايه، لكن ابواب التوقعات كلها مفتوحه وكل زول زي ما بيقولوا بشجع فريقه لحد الدقيقه الاخيره وبيتمنى انه يستمر في البطوله. تمنعت كثيرا على سيميوني وعلى اتلتيكو مدريد. والله لفارق الخبرات، لفارق نحن زي ما بنتابع كل مره اتلتيكو بيكون فيه عناصر جديده، اضافات تحتاج لسنوات، يعني مشاكل انا في تقدير ان يمكن ان نلخصها في غياب الخبره وغياب يعني الخبرة هي العنوان الأبرز، غياب الخبرة العنوان الأبرز ليه يعني مثلا إخفاق أتلتيكو مدريد. جميل. أتلتيكو مدريد والمباراة الإقصائية من النوع الآخر، يعني الكل يعرف أسلوب أتلتيكو مدريد في 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 اللعب، الاعتماد على تكتيك عالي جدا من سيميوني، عناصر أتلتيكو دفاع منظم، انتظام كبير جدا والتزام بالخطه، ثم الاعتماد على بعض المرتدات السريعه، تسجيل هدف واحد يكفي اتلتيكو تماما للعبور، هل تناسب طبيعه المباريات التي يعني احكمت بها جائحه كورونا هذه المره طبيعه اتلتيكو مدريد، وهل يمكن ان تكون تقدم له خدمه كبيره جدا للعبور للمراحل القادمه، يصل المربع من ثم الكاس؟ والله بالضبط كده، يمكن الظروف اللي احنا فيها دي قدمت خدمه كبيره لاتلتيكو باعتبار الجاهزيه البدنيه، الاسلوب الفني اللي بيعتمد عليه، التسجيل من انصاف الفرص، ويعني زي ما قلت لك لو وجد الخبره الكافيه في الوقت الحالي ده ممكن يكون يعني يمشي لمراحل بعيده جدا في الدوري الابطال. أنا حكمت بتوقعات، يعني ماذا تتوقع أنت؟ من هو الأغرب؟ أنت رشحت البافاري، هل هو البافاري فقط ولماذا البافاري يعني؟ والله البافاري يمكن خبرته طويلة جدا في الدوريات الأوروبية ابتعد كثيرا عن اللقب. أيوه، وله سنين زي ما قلت تمام متوج، لكن وجوده في هذه الأدوار هو شيء معتاد، لحد الدور نصف النهائي هو أمر معتاد بالنسبة لنا إنه بايرن ميونخ يكون موجود في الأدوار ليون أقصى يوفنتوس يعني يمكن أن يمضي. ليون يعني فجر مفاجأة كبيرة، شوف الدوري الفرنسي كان واقف واعتمد على إعداد معين بشكل معين، وبيجي اليوفي بيلعب في الدوري الإيطالي وفي فارق في الإعداد،
لكن مع فارق ذلك في الاعداد وفارق في الاسماء الكبيره يعني، هذا يوفنتوس تاريخ عريض، أيوة أيوة كريستيانو رونالدو نجومية، والنجوميه اسماء أيوة كبيره جدا تلعب. فواضح انه في دوافع كبيره جدا لفريق ليون انه يذهب بعيدا. يعني انا اقول انه ما نكون محبطين، لكن مسيرته يمكن تتوقف في الدور نصف النهائي. نعم، ما اود ان اختتم به سريعا، شهدنا في الاونه الاخيره في السنوات الاخيره هذه السنه والتي سبقت بعض الاسماء من الدوري السوداني تحترف في الدوريات، فيعني هل نحن نريد ان نذهب في ذلك الطريق الى الامام؟ هل هي فقط مستويات فرديه ام هو تطور اكثر في كره القدم السودانيه ومستويات اللاعبين؟ والله هو امر جيد للغايه، ناتج عن مشاركات خارجيه للانديه والمنتخبات. لو مسكنا مثلا مثال اللاعب محمد عبد الرحمن، تجربته مع نادي المريخ في البطوله العربيه فتحت له ابواب الاحتراف الخارجي، كذلك شيبوه مع الهلال في البطوله الافريقيه نعم اصبح مطلوب افريقيا. نعم، شكرا سامي دراس، سعيد جدا بك عبر هذه الفقره الرياضيه، شكرا للتحليل الاضافي والوافي. شكرا للزميل حسام، وشكرا للمشاهدين على الاستضافه دي. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الأعزاء للمتابعة، تقبلوا تحايا فريق عمل اليوم، أحييكم، هذه تحاياهم لكم، وأنا حسام أيضا أحييكم، مع السلامة.